أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل يقول كيف يكون جهاد المنافقين في هذا الزمان الذي كثر فيه النفاق وظهرت أعلامه؟ الرد عليهم، جهادهم بالرد عليهم، بالشبه، إذا أدلوا بشبه أو تكلموا بكلام فإنهم يجب أن يرد عليهم ويكشف زيفهم وتفضح شبهاتهم، كما أن الله سبحانه فضح المنافقين وبين عوارهم وصفاتهم في كتابه الكريم: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فيرد عليهم ببيان صفاتهم وبرد شبهاتهم وأقوالهم التي يقولونها في الإسلام والمسلمين. نعم.